مشاهدينا الاعزاء، سعدنا نلتقي في هذه الحلقه من مجله التحدي 2 مع الدكتور منير ويليام لبيب، استشاري جراحه التجميل بمستشفى الساحل التعليمي. اهلا بيك معانا دكتور. اهلا وسهلا. نسال حضرتك، هل في انواع معينه من الحروق ممكن اذا حدث فيها مضاعفات ان تؤدي الى نوع من الاعاقات؟ والحقيقه لو جينا نتكلم عن الحروق، فالحروق بصفه عامه في انواع كثيره جدا. في الحروق اللي تنتج عن الاصابه بالنار او المياه السخنه، وفي نوع من الحروق اللي هو بينتج عن التيار الكهربائي، وفي الحروق اللي بتنتج عن المواد الحمضيه او المواد القلويه او القاعديه، وفي الحروق اللي بتنتج عن الاشعاع. وكل نوع من انواع الحروق دي لو اتكلمنا عنه هنلاقي انه لو تم علاجه طبيا بطريقه سليمه ممكن نتجنب حدوث بعض الاعاقات في الحروق العنيفه منها. ولذا اذا بدينا مثلا بالحروق الناتجه عن اللهب او النار او المياه السخنه، فبنجد ان الحروق دي ممكن تنقسم او تمر بثلاث درجات. الدرجه الاولى فيها بيكون فيها تورم واحمرار موجود في داخل الجزء المصاب، وده بيصيب الجزء السطحي من الجلد وعمره ما بيعمل بصور او قروح. وطبعا هذا النوع من القروح يفضل ان احنا نستخدم فيه مثلا التلج او المياه الساقعه او بعض المطهرات وبعض مسكنات الالم. في نوع ثاني من الحروق اللي هو الدرجه الثانيه اللي هو ناتج برضه عن اللهب والنار، بيبتدي يبقى اعمق، وفي بيحصل تورم صحيح، لكن ببص بلاقي بتكون بصور وقروح وبتكون درجه اصابتها اعمق، والحقيقه الالم في الحالات دي بيكون اكبر. وفي النوع الثالث اللي هو يمتد الحرق بعنف وقد ياكل كل الجزء العضوي، قد ياكل العضل او العظام، وقد ينتهي ببطن الجزء المصاب. الحقيقه بصفه عامه الحروق دي الدرجات الثلاثه لازم اراعي ان المريض بيعاني من ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه بيعاني من الصدمه. إذا قدرت أنقذ هذا المريض في خلال 24 ساعة الأولانية وأخفف عنه صدمة، ممكن هذا المريض يعدي، يعني ما تحدثش لي الوفاة إذا كانت الحرق عنيفة. الحاجة الثانية التوازن الأيوني للسوائل اللي موجودة في داخل الجسم. الحاجة الثالثة اللي هو عدم فقدان سوائل من الجسم. فإذا حافظت على الثلاث عوامل دول ممكن هذا المريض يتجنب تماما ويمر بسلام. بمعنى ان انا بديله مسكنات للالم، بديله سوائل كثيره جدا اهمها لابناترينجر وحاجات كثيره زي كده، بديله كمان بعض المواد الايونيه اللي بتحافظ على التوازن الموجود في داخل الجسم. ده نوع اول من الحروق اللي هو ناتج عن نار ولهب، واذا كان من الدرجه الثالثه وما تعالجش مظبوط ممكن ينتهي باعاقه وبتر كامل للطرف المصاب. نوع ثاني من الحروق اللي هو ناتج عن المواد الكيميائيه. بمعنى ممكن ابص الاقي حرق ناتج مثلا عن اصابه بماده كاويه. هذه المادة إذا عشان أعالجها يفضل بسرعة تماما أديله مادة حمضية وليكن خل مخفف. ممكن أبص ألاقي حرق ناتج عن مادة حمضية وليكن مية نار مثلا. في منتهى السهولة الصودا العادية الموجودة عندنا في البيت معلقتين كبار على لتر مية، وعلى طول على الجزء المصاب أقدر ألحق هذا المصاب. ممكن حرق ناتج مثلا عن فينول أو سبيرت أو حاجة فينول مثلا أو كربوليك أسيد حمض الكربوليك. ده في منتهى السهولة لو أنا وضحت له مادة السبيرتو العادي الموجود في البيت أقدر أتجنب. فبرضه الحروق الناتجه عن المواد الكيميائيه في منتهى السرعه بديله الماده المعادله، وقبلها بكون حاطط على الجزء المصاب كميه من الميه العاديه الموجوده في الصنبور. في نوع ثاني من الحروق مثلا الناتج عن التيار الكهربائي. التيار الكهربائي معروف ان في مصدر للتيار الكهربائي، ومشكله الحرق الناتج عن التيار الكهربائي ان ليه مكان للدخول ومكان للخروج. فاذا دخل التيار الكهربائي الجسم من مكان ومر على القلب او مر على الجهاز التنفسي، من هنا بتبقى الخطوره. يبقى بالتالي الجزء المصاب او المريض المصاب هنا لابد ان الاحظ القلب. في بعض الحالات دي القلب بيوقف تمام، فيبقى في الحاله دي مثلا محتاج لتدليك او تنفس صناعي او تدليك للقلب من الخارج وهكذا. في بعض الحالات اذا مر التيار الكهربائي على جهاز التنفس ممكن التنفس يوقف، قد يحتاج الى قبله الحياه او تنفس صناعي وهكذا. اذا قدرت انا الاحظ مكان دخول ومكان الخروج والحق المريض في فتره وجيزه جدا في خلال ثلاث دقائق الاولى، ممكن انقذ حياه هذا المريض وابعد عنه اعاقه. التيار الكهربائي برضه اللي بيمر بدراع او برجل، سيادتك بتبص بتلاقي في وقت الاصابه مفيش قدامك اي علامات، لكن تستنى اسبوع او 10 ايام تبص تلاقي جزء من الغرغرينه تظهر وقد ينتهي بفقدان كامل للساق او للذراع. فاذا سيادتك عالجت هذا الحرق الناتج عن تيار كهربائي بطريقه سليمه تقدر تتجنب بطن الطرف المصاب بهذه الطريقه. اخيرا في نوع معين من الحروق اللي هو ناتج عن الاشعاع او الانابل او الحاجات السايكلوترونز والحاجات دي كلها، ويمكن النوع ده من الحروق طريقه علاجته سهله جدا زي الحروق اللي من الدرجات الاولى بتاعت اللهب، لكن نلاحظ ان في بعض انواع من هذه الحروق لا تظهر الاصابه مباشره، بمعنى ان ممكن تظهر بعد اسبوعين او حتى شهر.
ولكن إذا ظهرت علينا أن احنا نتبع كافة طرق العلاج اللي هي موجودة في الحروق الأولانية.